أنا النزيل علي عبد الله، علي عبد الله البناء. أنا محكوم 13 سنة. أنا قبل حدود 7 أيام رحت مستشفى السلمانية. عقب ما رحت مستشفى السلمانية ودوني حجر صحي مال فحص كورونا في حوض الجاف قسم سجن جو. خلوني في حجر الصحي هناك. اتفاجأ بعد ما تطلع النتيجة مالت الفحص الكورونا، اتفاجأ أنا أمس جو شالونا من نفس المكان ودونا مبنى 17. زين 5 دقائق لو شايلنا ودينا مبنى 16، مبنى 6، وخلطوني النزلاء الموجودين في مبنى 16. النزلاء الموجودين في مبنى 16 كلهم مرضى، فيهم الايدز والسي والسل والسرطان. يعني الامراض هذه اغلبها تعدي بالنفس، وخالطينا وياهم في الغرف. يوم كلمنا للشرطه شلون تخالطينا اذا لهم مرضى، لان لهم مكان خاص، يعني حتى في السجن جو نفسه إليهم مبنى خاص بروح للمرضى، ممنوع أحد يختلط بهم. حتى الشرطة إذا شون عليهم ليشون عليهم الشرطة واقي، ما بقولكم يعني مخلينا دامجيننا وياهم بدون واقي بدون أي أي شيء. يوم كنا من الشرطة عن الموضوع قلنا الشرطة ما لكم شغل وليشوا ما يشوا ما يشوا ومشوا عنا وفاقينا وياهم. يعني هل يعقل احنا قاعدين في مكان مفروض إذا أصلح التأهيل يتحمل مسؤولية سلامتنا، مو جد دمرنا وتخلينا يا ودم مرضى في نفس الغرف تدمجنا وياهم، ولا جينا تكلمنا عليهم يقول لك يقول لنا ما لكم شغل. وين الامنيات اللي يتكلمون عنها؟ وين الفهد الكهجي النقي فهد الكهجي؟ وين عن التسيبات اللي قاعد يسوونها الشرطة؟ فهد الكهجي هو مسؤول عنا، ان احنا هني في القسم لو صغار السن مسؤول عنه. شلون يعني يصير كل هالتسيبات من تحت بدون ما بدون علمه؟ يعني وين هو عن كل هالاشياء اللي قاعده تصير؟ ان احنا نبين فعل الكوهجي يجي ويتحمل مسؤوليه كل شيء ويجي قابلنا. اذا ما زال فعل الكوهجي يا عالم الكل يسمع، فهد الكوهجي مسؤول عن اي شيء يصيبني انا، عن اي مرض، عن اي اعتداء يتعدون علي. لأن لو المرضى فأهل الكواجر يتحمل مسؤولية ما يسوي لي حال. شكرا.